لما دخلوا المسجد هم كانوا عاملين خطة لضربي، أو خطة بالمعنى الأصح الموتي، لأن أنا مش ممكنهم من أي عمل في المسجد نهائي. كان في الجهة ده هو حوالي 3، وفي الجهة دي 2، وكان قدام الرجل الكبير بتاعهم، وفيه بره حوالي، أنا ما أعرفش اللي بره، بس أنا فوجئت واحد عمال بيشتمني في قلب المسجد. فبقول له يا ابني ليه كده بتعمل الحاجات دي وبتاع مش عارف ايه. فقال لي يا شيخ يوسف اصلك منع الدروس ومنع القران ومنع الصلاه ومانع ومانع ومانع. قلت له مانع؟ المسجد مفتوح على مصراعيه اهو، طب واحد يجي يكذبني في الموضوع ده انا مانع ايه؟ المهم انا فوجئت بان الواد بيشتم اتابع علشان اطلع بره الايه؟ المسجد هنا في الساحه اللي بره دي. فانا طالع جري ورا الاخ اللي بيشتمني بقول له عيب وبتاع. فعلى ما طلعت بره لقيت 3 مقابليني بالقص، بفلت من واحد، راح واحد نزل على ايه؟ على دماغي، فاتح هنا حوالي 12 غرزه. طبعا انا عندي السكر، عملت لي اغماء. حصل عركه هنا مع الشيخ يوسف من الاخوان، وحصل تطور عليه، انضرب طبعا في دماغه بالعصايه، وبناء عليه راح المستشفى. هما كان هدفهم المسجد ده، هما كانوا عاوزين يعملوا وكر لهم، هما كانوا عاوزين يعملوه وكر لهم، لان ده من اكبر مساجد سرسليان.